اسمع الكتاب مع فارس بن شويرح. اسمع الكتاب. مرحبا بكم في اسمع الكتاب. اليوم باش نحكيو على كتاب مهم برشا، الكاتب اهم. الكاتب متاعنا اليوم صنفته مجلة فوربس Names You Need To Know، من الاسماء اللي لازم تتعرف عليها، ويعيطولو زادا The Opera of Audio، يعني مثلوه بالمذيعة ومقدمة البرامج المشهورة الامريكية أوبرا وينفري. اما المرة هذه متاع عالم الصوت، على خاطر تعرف بالبودكاست اللي يعملوا يستضيف فيه ناس معروفين باش يصنع منهم موديلات تخليك تتبعهم وتستلهم منهم افكار، عبر وحكم اللي يخليوك تمشي لبعيد في حياتك الخاصة والمهنية وتطور البزنس متاعك. ونعلمكم انه البودكاست متاعه سجل رقم قياسي في المتابعة واكثر من 100 مليون تيلي شارجمون. اليوم نحكي لكم على تيم فيريس اللي هو كاتب تعرف بكتابه The 4-Hour Work Week، وإلا الأسبوع متاع 4 ساعات، اللي يحكي على أنك تنقص من عدد ساعات العمل مع نفس المردودية والنتيجة. ولكن باش نرجع له إن شاء الله في فرصة أخرى، بما أنه اليوم باش نحكيه على كتاب آخر. نذكر أنه تيم فيريس زاد مستشار في الابتكار لبرشة شركات معروفة كيما أوبر، فيسبوك، Alibaba.com وغيرهم. كتابنا لليوم هو Tools of Titans لتيم فيريس، وترجمته بالعربي أدوات العظماء، اللي حط فيه الكاتب ملخصات الأهم اللقاءات اللي عملهم مع الناس الأكثر نجاح في العالم Success Stories، وفيه زادة شنية أهم العادات متاعهم اللي تخلي نهارهم يولي أكثر نجاعة ومردودية، والنصايح من الناس المهمين هذم كيفاش تبدأ نهارك، شنو تاكل باش تكون في صحة جيدة، عادة ممارسة الرياضة، وقتاش تجاوب على ميلواتك، كيفاش تستعمل المواقع الاجتماعية بطريقة إيجابية، كيفاش تتغلب على المخاوف متاعك وتقوي المونتال. وهنا نعطي بعض الأمثلة من الكتاب كيما كيفاش تقوي طاقة الإبداع والتخيل، كيما باولو كويلو اللي استضافه بتبيعة في بودكاست. ونذكر إنه باولو كويلو وكتب كتاب للشيميست، ان شاء الله يكون في موعد في اسمع الكتاب. ولا كيفاش تخلي الصبحية متاعك مثمرة بالقومين بكري، وانشطة خاصة جينا من عند اكبر كوتش في العالم اللي هو توني روبنز. ولا تتعلم فن السؤال كيما مالكولم جلادويل الكاتب المعروف ولا مفكر، ونلقاو برشا نصايح وتقنيات اخرين من ناس هذوما اللي يعتبروهم قدوة في عالم الاعلام، الاعمال، الفن والرياضة وغيرهم من المجالات. الكتاب ذكرني ب 7 habits للكاتب المكون الدولي ستيفن كوفي، أما The Tools of Titans هو عبارة عن ملخصات مع موديليزاسيون للقاءات مع العظماء، اللي يخليك تفكر كيفاش نجم تاخو أفكار هذه وتطبقهم في الواقع متاعك، تولي تتماشى مع طبيعتك ومع شخصيتك باش تكون أفضل في المستقبل. Tools of Titans لتيم فيريس يعتبر من أحسن الكتب في العالم في مجال القيادة والتنمية الذاتية عن دار بينغوين للنشر، ومتكون من 651 صفحة. اسمع الكتاب.